في السودان دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع. وقال البرهان في مقابلة مع وكالة رويترز إنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين. طبعا الزيارات الغرض منها أولا شرح الموقف للأصدقاء السودان ولجيرانه، لا ليس البحث عن أي دعم عسكري، لكن كلها لشرح الصورة لإيجاد حلول.